فنانات كتير بين يوم وليلة بيقرروا ما يظهروش تاني بشعرهم وإنهم يلبسوا الحجاب ومش هيقفوا قدام كاميرا تاني فترة صغيرة وبيرجعوا تاني ويمثلوا بالحجاب، ويا إما بيكملوا يا إما بيقلعوا الحجاب ويرجعوا لحياتهم الطبيعية. أما بقى اللي عملته مي فخري إنها قررت ما تخسرش حاجة أبداً واتبعت المبدأ اللي بيقول عين في الجنة وعين في النار، وإنها عاوزة تاخد كل حاجة مرة واحدة. بالظبط ده اللي عملته مي فخري. واللي ملحقتش تتشهر كتير في التلفزيون بعد ما عملت كام مسلسل كان منهم هبة رجل الغراب، واللي مثلت دور هبة بدل ريهام حجاج، ودي أشهر الأعمال اللي قدمتها. إنما بدايتها في مجال التمثيل كانت بالصدفة لما كانت معدية في الشارع ووقفها مخرج في الشارع وكانت مفكرة واحد بيعاكسها، بس طلع مخرج ووشها كان لايق على الأغنية اللي بيقدم لها وكان اسمها عزيزة للمطرب الجزائري حسين، وراحت فعلا أخدت رأي مامتها ووافقت وشاركت في الأغنية. ومن يومها قررت مي إنها تكمل في مجال الموديلنج الغنائي والإعلانات، واللي دخلته بالصدفة البحتة من غير ما يكون في دماغها أبدا إنها تبقى في المجال ده، وبدأ يبقى ليها اسم في مجال الإعلانات والموديلنج، وقعدت فيه 12 سنة من غير ما تدرس ولا تتعلم، ما هو برضو ما كانش تمثيل قوي زي الأفلام والمسلسلات، لحد ما اتعرض عليها إنها تمثل بقى بجد لأول مرة. راحت درست وتعلمت تمثيل، كانت حابة جدا إنها تبقى ممثلة وما تعملش أي حاجة تانية. مشيت في الطريق ده وشاركت في أكتر من حاجة، كان منهم هبة رجل الغراب، أفراح إبليس، حكايات بنات وغيرهم، وكانت الحياة ماشية كفنانة عادية جدا لحد ما فجأة قررت إن كل حياتها تتغير وتتقلب كلها، واختفت شوية. ومن سنتين قالت إنها هتلبس الحجاب وتعتزل الفن ومش عاوزة تمثل تاني، واختفت تماما ومحدش بقى عارف عنها أي حاجة. وما قصرتش كتير لأنها ملحقتش تلمع قوي في المجال، بس كان ليها ألم شهير اللي ضربته للفنان أحمد فريد في مسلسل هيبة رجل الغراب، وده وقتها الناس كلها كانت بتحكي وتتحكى عليه لأنه كان حقيقي وكانت مشاعرها فيه حقيقية بعد ما اكتشفت ان حبيبها بيخونها. بس بقى الملفت قوي بعد اختفاء مي فخري 3 سنين انها رجعت للظهور ومعاها فلوس كتير، وقررت انها تبقى مصممة ازياء، وقالت انها اخدت القرار ده بعد ما قررت تلبس الحجاب مباشرة، وفعلا بدأت تعمل لنفسها براند واسم وحسابات على السوشيال ميديا وفلوس مدفوعة كتير، ودي حاجات كلها خلت الناس اللي ما كانتش تعرفها عرفتها، وبدأ كله يسأل عنها وهي كانت مين وإيه اللي غير حالها بالشكل ده. بس ما كانش ده بس اللي اتغير فيها، كمان ملامحها اتغيرت وعمليات التجميل بقت ظاهرة جدا، من شفايف لبوتوكس كل حاجة بقت شبه سيدات الخليج العربي، مش بس في الشكل ده كمان في اللهجة اللي اتشقلبت وبقت خليجي. الناس كلها سألتها انتي ليه بتتكلمي خليجي واللهجة بتاعتك المصرية بقت تقيلة قوي وباين فيها الخليجي للدرجات دي مع انك مصرية؟ بس هي ما كانتش بترد ولا تجاوب ابدا على الموضوع ده، وفعلا ده كان شيء واضح جدا في كلامها، وكانها كده كانت عايشه هناك بقالها شويه وشكلها كده كانت متزوجه وعايشه هناك ورجعت تاني وفتحت المشروع بتاعها ده. واللي كان مريب من تصرفات مي فخري برضو واللي اتخذ عليها وكان واضح جدا انها بعد ما اعتزلت الفن وبعدت عن التمثيل ولبست الحجاب انها رجعت تسوق لنفسها عن طريق انها كانت بتمثل ومشوارها بدا ازاي ووصل لفين وايه خلاها سابت التمثيل وراحت لتصميم الأزياء، وإنها استغلت كل حاجة حصلت في حياتها عشان ترجع تتشهر تاني بس في مجال مختلف، وإنها أخدت كل حاجة مرة في حياتها سلمة للوصول. بس الحاجات دي زي ما خلت ناس حبتها عشان شكلها بالحجاب، اللي قالت عنه إنه ما خلاش ملامحها وحشة وإنها بتلبس واسع ومبسوطة وما عندهاش مشكلة مع ستايلها وحياتها الجديدة، كمان في ناس شافت إنها بتلعب على كل الحبال بتستغل كل حاجة لصالحها، وإن الأيام بس هي اللي قادرة تثبت غرضها من كل حاجة بتعملها وعاوزة توصل ليها.